هيئة المحكمة أنا شخصيا اللي كان طالب بأنه يديروا له خبرة تقنية باش يتأكدوا منه، كما أطالب بالخبرة التقنية للمكالمات المدلى بها عند هيئة المحكمة الموقرة. فتم المواجهة، أكيد أنه ما يعني كل الأشياء اللي درتها فهو معترف عليها، وخاصة ملي كيقول كلامه. فأنا لذلك ما قمتش بخرجات إعلامية للصحافة، لأنه اللي عندي خاصني نبينه لهيئة المحكمة وليس للصحافة. وبخصوص الموضوع عفوا ديال أنني استدعيت من طرف الفرقة الوطنية، فهذا خبر كاذب، وكان عاود نقول لكم ورفعت فيه شكاية جديدة بالناس اللي اتهموني، أنني اتهموني وقالوا لي بأنني كنت عند الفرقة الوطنية من الساعة 11 حتى يعني حتى الليل. فأنا كنكذبهم مرة أخرى، وكنتحداهم أنا شخصيا أنهم يجيبوا أي دليل عليا بأنه استدعتني الفرقة الوطنية وأنني مثلت أمامها، مع أنه هذه حاجة ماشي عيب ولا هذا، فأنا طرف في القضية فيمكن استدعائي، ولكن أنا كان ننفي نفيا تاما أنه تم استدعائي وما كنتش تما. والدليل ها هو، منين جيت المحكمة فأنا ما مغطياش وجهي، ولا أنا خبعت عليكم ولا مشيت من وراء باب المحكمة، فأنا جيت وواجهت عاد. إلى تلقى على سعيدة شرف حاجة واحدة تثبت إدانتها أو اشتراكها في أي حاجة خايبة، فأنا اللي كان طالب بمتابعتي بأي عقاب كان. لا سعيدة شرف، كاينين بعض القنوات اللي كانوا كيهضروا وكانوا كيدافعوا عليك على أستاذ نديمي، ولكن خرج واحد الأوديو اللي بدل بزاف مثلا. قولوا لي شنو هو الأوديو؟ أنا شخصيا ما سمعتوش، أنا شخصيا ما سمعتوش. بالنسبة لهذه النقطة هذه ديال الأوديو ديال هكر له الحساب، هكر له الحساب، هكروا له ورجعوا له، هاد الكلمات قالت الماجد، هاد الكلمة باتفاق مع ماجد اللي كيسير لي الحساب ديالي، كانت هكر له الحساب ديالو، هكروا له أسامة، وهذا الشيء رد لينا به اليوم، والمكالمات وداك الشيء كامل غادي نعطيه للصحافة وغادي تشاوروا إن شاء الله. جميع الأدلة غادي تحصلوا عليها. شنو كتقولي على دنيا باطنة؟ واش عندك علاقة بها في هذا الحساب؟ لا أنا ما نقول عليها والو، أنا القانون اللي كيقول، أنا لست بقاضي ولست برئيس محكم ولست بوكيل ملك ولست بقاضي تحقيق، فما يمكنش ليا نجي وندلي برأيي على فنان آخر اللي دار الذنب يستاهل العقوبة، سواء سعيدة شرف أو دنيا باطنة. نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم.